راكيتيتش خطيرة باتجاه الوسط ولكن جول يا بعد الدفاع يا إله مرمى دييغو ألفيس حارس مرمى فالنسيا عاد لكرة سواريز أخذ مانجالا بشكل جميل ذهب مانجالا أدراج الرياح واحدة من بتوع سواريز ولكنها بعد ذلك يلعبون مباراة الآن في هذا التوقيت بالذات دفاعية وفي انتظار الحصول على مرتدة بعد ذلك سواريز يحاول مار سواريز عاد بكرة دييغو شوفها مرة أخرى شوف التمريرة تركوا لويس اللي عدى وين قراي ضاع قراي وين ما قال لويس يلعبها بعد ذلك ليو محاولة مرور ميسي من الأول ميسي من الثاني ميسي من الثالث ليو يلعبها عدت عالية يا إلهي فيتساقطون أمام ليو شوفها مرة أخرى كما تتساقط أوراق الخريف يا لها قراي ثم إنزولان بيريز عودة بعد ذلك لمانجالا مانجالا دقائق يتنفس فيها فالنسيا يحصل فيها على الكرة بلمسة بينية من جانب ينسب ممتازة لكانسيلو الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء خاطئة وباريخو الله 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 يا تير شتيغن من كرة شوف من كارلوس سولير على الطائر يا سولير الفيس طويلة خلف المدافعين خطيرة باتجاه مونير انفراد الحدادي داخل منطقة الجزاء يحاول وتير شتيغن يتدخل وركنية يا إلهي هذه الركنية تنفذ داخل منطقة الجزاء براس مانجالا من ضربة راسية شوفها من مانجالا اسمر يا اسمراني مين اساك علي كان في مراقبة مدافعي برشلونة فلت من بينهم اي راسية قوية واي هدف واي تقدم للخفافيش امام دييغو ألفيس ابعادها بعد ذلك رمية جانبية لنيمار برشلونة يواصل هجومه ممتازة من نيمار داخل منطقة الجزاء لوزيتو سواريز يسجل الله نيمار اليوم شوفها مع نيمار اليوم شوفها مع برشلونة وشوفها مع سواريز داخل منطقة الجزاء لا يضيع الكثير بل يقسو الكثير على المنافسين يقسو كثيرا على حراس المرمى سواريز في الزاوية البعيدة وعودة ميسي يلعب الكرة طويلة باتجاه سواريز مع مانجالا سواريز مر وضعت من سواريز لأنه عاق تحرك سواريز يا الله يا لوي جنن المشجعين وجنن المعلق سواريز من لا شيء يفعل لك أشياء يا له من مرور يا له من تحرك ذهب مانجالا بعيدا أدراج الرياح توقف يا سواريز ليو من أجل قلب النتيجة على فالنسيا دييغو من أجل إبقاء فالنسيا في كامب نو ليو يلعبها في المرمى دييغو مين هذا اليوم هدف ثاني لبرشلونة من علامة الجزاء هانسيا وتغير أو تتغير الكثير من الأشياء وين حطها اليوم ذهب ألفيس رجالي زاوية ولأن ليو يعرف كيف يدير الحرب حرب حالة طرد على فالنسيا التي شيء اللي قد يؤثر على وضعية المباراة قد يؤثر على هذه النتيجة وقد يجعل مهمة صعبة ليس بعد وهذه كرة عفوا يا فالنسيا لم نستسلم بعد لم نخسر بعد لم نرمي المنديل بعد يا لها من كرة
شوف الكرة الجميلة من المتقدم هنالك غايا. منير يسجل، منير في مرمى برشلونة يسجل، يحترم كابرو ولا يحتفل، لكنه يكويهم في لقطة قاتلة من الشوط الأول. آخر أحداثه تدخل رائع من جانب عبد النور، مشروع مرتدة كانسيلو، مشروع مرتدة 3-4. كانسيلو يحاول أمام مارسيلانو، كانسيلو يلعبها في ظهر المدافعين، خطيرة وقوية لكنها عند تير شتيغن، انطلاقة على يمينه سواريز أمام أيمن عبد النور لنيمار. هذه الله على اسيست، الله على التمريرة البينية الذكية نيمار، ودييغو البطل ليونا. ركنية نحو القائم الثاني على الطائر، قوية صدمت في الدفاع وبعد ذلك ابعادها نحو ماسيرانو، بينية لليوم داخل منطقة الجزاء، ميسي يلعبها الثاني لليوم، الثالث لبرشلونة. صد كرة لنيمار ماسيرانو ليو مر وتسديدة لوهلة قوية في زاوية ضيقة، في زاوية ضيقة يبحث عن الشيء الصعب وينجح في الحصول عليه، ويجعل نيمار وليو وسواريز. انظروا إلى ماسيرانو، إنييستا لعبها لكن عند دييغو ألفيش. حلوة بوسكيتس إلى ميسي، بينية إنييستا، محاولة الوانتو، هذه جميلة لنيمار ولكن عدت تماما إنييستا. للأمام لكنها أقرب بعد ذلك عند سواريز، تحذير من ليو، مرتدة سريعة ليو، تحرك من جانب بوسكيتس، رافينيا هناك في الانتظار، بينية لرافينيا، خطير عند رافينيا، يلعبها قوية ولكنها عند دييغو. هدايا توزيع الكرة، واحدة ضاعت من ميسي، ربما هذه كرة نيمار، خطيرة على مرمى دييغو، نيمار يلعبها، العارضة رفضتها نيمار، العارضة. قاتلون من أجل فالنسيا، لمسة تصل عند أومتيتي على الجهة اليسرى، تصل بعد ذلك لنيمار، عرضية داخل منطقة الجزاء بالراس لكنها سهلة لدييغو ألفيس. أخيرة تصل عند نيمار، داني باريخو في التغطية، نيمار وباريخو، نيمار يحاول مرور، ينتظر مساندة أكبر، يحافظ على كرته، لا يخشى أحدا، يمر من المدافعين، يتلاعب بالمدافعين، ينطلق داخل منطقة الجزاء.